بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة خطية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة العادية 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تستضيفها المملكة في شهر مايو الجاري. كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة خطية إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. تضمنت دعوته لحضور الدورة العادية 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تستضيفها المملكة في شهر مايو الجاري.